بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة في الشارقة الفضائية ورحلة مع الذات لاكتشاف القدرات اللامحدودة وكيفية استخدامها، وده الأهم، نستخدمها فعلا عشان نقدر إن احنا نحقق أهدافنا ونعيش أحلامنا. اتكلمنا في المحطات اللي قبل كده، في الحلقات اللي قبل كده، وأنا عملتها بطريقة إن كل واحدة توديك للتانية. أول محطة تمشي فيها هي قوة الإدراك، إنك تدرك أنت فين النهاردة. والإدراك في 6 أجزاء بيعملوا الحياة المتزنة. أول حاجة في حياتك الروحانية، وبعدين حياتك الصحية، وبعدين حياتك الشخصية، وبعدين في علاقاتك مع نفسك ومع الآخرين، وبعدين في حياتك المهنية، وأخيرا في حياتك المادية. وزودنا حاجتين عليهم، إنك بتدرك أنت فين في أحاسيسك وأنت فين في سلوكياتك. إن مجرد ما تدرك أنت فين في كل دول، الإدراك هو 50% من التغيير. إنك تلاحظ بتعمل حاجة معينة، أو ممكن تكون عصبي جدا وبتتعصب باستمرار، مجرد إنك تلاحظ ده 50% من التغيير. تبقى بتلاحظ فممكن تتغير. لو ما بتلاحظ، أكتر من 90% من كل سلوكياتنا بتطلع تلقائية مبنية على الماضي، مبنية على برمجتك السابقة. هذا الإدراك بيوجيك لحاجة بعدها على طول، أو المحطة اللي بعدها بياخدك بعدها على طول في التفكير. أي حاجة تدركها لازم تفكر فيها، والتفكير أول ما تفكر فيه على طول يأثر على ذهنك ويتسع وينتشر، والتفكير هيخليك تركز عليه. طبعا التفكير بيأثر على ذهنك، بيأثر على أحاسيسك، بيأثر على جسمك، بيسبب لك الواقع، بيتسع وينتشر، وبعدين تبص لأي يوصلك بعد كده للتركيز. فالإدراك يخليك تفكر، وبعدين التفكير يخليك تركز. وهذا التركيز بمجرد ما تركز على حاجة مهما كانت، سواء سيئة أو مش سيئة، سواء إيجابية أو سلبية، طالما أنت ركزت عليها على طول المخ يدعمك فيها. فتبص لقي إيه التركيز اللي هو أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء، وبالتالي على أحاسيسك، وبعدين بتوديك لأحاسيسك. فبتركز تبص لقي الحكم، وبعدين بعدها على طول توصل للأحاسيس، وبعد الأحاسيس بتوصل للسلوك. وقلت لكم قبل كده ان لما نيجي نركز على حاجه لازم المخ يعمل ثلاث حاجات. العقل البشري ما يقدرش يفكر غير في حاجه واحده بس في وقت معين، ما يقدرش يفكر في حاجتين ثلاثه. تبص لي حد يكون مشغول جدا في حياته بيفكر في اكتر من حاجه في نفس الوقت فبيتشتت. ايه السبب؟ العقل الواعي، العقل البشري، عاوز واحده واحده، بيشتغل باولويات، ما تقدرش تعمل 5-6 حاجات في نفس الوقت. فبمجرد ما تفكر في حاجه لازم المخ يلغي حاجات ثانيه في الوقت ده عشان تركز على دي، وبعدين يعممها لك، يعممها ان كل حاجه حواليك بقت هي دي، وبعدين تخيل نفسك بيها في المستقبل. وقلت قبل كده كذا مثال، خصوصا في العلاقات الزوجيه، 2 متزوجين مبسوطين جدا، فكل بالنسبه التركيز كله على السعاده الزوجيه، فالمخ على طول يلغي اي حاجه تانية فيها تعاسه، والانسان يبني عليها ويتخيل نفسه في المستقبل هو رائع. وبعدين يبداوا يختلفوا الاثنين في الراي، وبعدين يركزوا على هذا الاختلاف، فعلى طول تتلغي الثانيه وتتعمم دي، والانسان يفكر بعد كده في المستقبل يكون عامل ازاي، وتبدا المشاكل. عشان كده بقول طبعا حتى ولو طالب بيحب الجامعه كويس جدا او المدرسه، وبعدين في مدرس معين ضايقه وركز عليه، المخ يلغي له كل حاجه ويعمم له كل حاجه عن المدرس ده بما فيها الماده اللي بيدرسها. مش كده وبس، ممكن يروح للمدرسه بحالها. وانا شفت من دول ناس كتير على فكره، ان شاب يجي يقول لي انا مش طايق الجامعه، قولي لي في دكتور معين ما بحبوش، فبص لي واحد بس، وبالعكس يعني في واحد قال حاجه معينه، لكن انت بتستفيد من مادته في مكان معين، في رساله في اللي بيقوله. وانت لو مطرحه لازم تكون حريص بتعامل معاه، لو عندك كذا عندك طلاب كتير. فالمهم شويه 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 بالعلاج الشخصي بدا يحصل التغيير، لان غيرت له تركيزه، بدل ما يركز على واحد بس بيركز على اهدافه، عاوز يوصل لفين بعد كده. تعرفين حكايه التركيز دي في منتهى الخطوره، لان التركيز هياخدنا بعد كده لحاجات كتير. انا في راجل جالي مره وجاب لي ابنه، قال لي ابنه ما بيحبش المذاكره، ما بيحبش المدرسه، كان في المدرسه، كان وصل للثانويه العامه، ما بيحبش المذاكره، ما بيحبهاش، ويعني وصل لمرحله مش طايقها، وما بيصحاش بدري ومدوخنا. فانا قلت له خلاص خلينا نقعد معاه شويه لوحدنا. وبعدين بدات اعمل حاجه اسمها التركيز المتتابع. قلت له انت ما بتحبش المدرسه؟ قال لي لا. قلت له يعني نتائجك عامله ازاي؟ قال لي يا دوب بنجح. قلت له ممكن تسقط؟ قال لي ممكن. قلت له لما بتسقط بتحس بايه؟ قال لي متضايق. قلت له بتحب المدرسه؟ قال لي لا. طب لو انت ما بتحبش حاجه انا لو منك اذاكر واخلص منها. فانا جبتها له بهذا الاسلوب، انت متضايق من حاجه فاخلص منها، لان كل ما بتسقط هتقعد فيها في الحته اللي انت ما بتحبهاش. وقلت له شويه 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 شويه. قلت له قول لي بقى ايه فعلا مضايقك؟ قال لي اصل بابا مش عايز يجيب لي سياره. قلت له طب ومين معاه الفلوس؟ قال لي بابا. قلت له انت مضايقه ليه؟
قال لي مش هجيب لك سياره، فشويه شويه هخليك تسوق سيارته وبعدين تتعلم، وشويه شويه لما تنجح هتلاقي كلها ماشيه مع بعضها. يعني من اول النهارده تبدا تذاكر عشان تخلص المدرسه دي، وانت نفسك تبقى ايه؟ عايز اكون طيار او عايز اكون كليه الهندسه. المهم عنده اهداف عارفها، وفي نفس الوقت انك تبدا تعرف شويه شويه من بابا لغايه ما توصل اللي انت عايزه. لكن في نفس الوقت انت مش عشان بتقرب منه عشان انت عايزه، بتحبه لانه ابوك. المهم بدا يذاكر، وبدا فعلا يذاكر، وفي دماغه بيتفادى بيبعد عن، بس هو كان بيبعد عن شيء وبيقرب من حاجه تانية، يخش الجامعه اللي هو عايزها. ولما ابوه بص لقاه بيتقدم في حياته وماشي كويس، بدا يديله فرصه ان يسوق سيارته، بعد كده بقى يديله مفتاح لوحده. وشويه شويه لما خلص الثانويه العامه ونجح ودخل فعلا كليه الهندسه، ابوه اشترى له سياره. كل ما في الامر تركيزه راح فين؟ لان التركيز هيوديني لاحاسيس، اول ما احس باحساس سلبي على طول ياخدني في شارع من الاثنين، يا اما في الالم يا اما في السعاده. الاحاسيس بتسبب الامراض، بتسبب الامراض النفسيه، بتسبب الامراض العضويه، على طول عندك مشاكل. اول ما تفكر على طول وتركز على طول بص لها الاحاسيس، والاحاسيس لازم تروح في مكان، يا اما تكون سعيد يا اما هتكون تعيس. عشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا بتركز على ايه. قلتها اكتر مره، خدوا بالكم بتركزوا على ايه. انت اول وقت بتركز عليا، انت ممكن تكون بتبص لانسان انه رائع وبعدين قال كلمه خليتك اتلخبطت شويه او ضايقت، رحت مركز عليها وبدات تبني عليها، بدات تتضايق منه. لكن انت عندك تاريخ كويس معاه، ممكن تروح لمحاضر مثلا او يكون دكتور ويكون كويس في كل حاجه، بس قال حاجه واحده بس تكون ضايقتك. انا كنت في لويزيانا وبعدين في وسط المحاضره، وبعدين جالي شاب وبعدين قال لي يا دكتور انا مش موافق على اللي انت بتقوله، تقوله كلام فارغ. المهم وراح ماشي ولسه هيمشي، فقلت له ثانيه واحده، قول لي لو سمحت ايه اللي وصلك لكده؟ قال لي اصل قلت كذا وكذا وكذا وكذا، فلقيت تركيزه على حاجه واحده بس. فقلت له عايز اسالك سؤال، وانت داخل قبله كويس؟ قال لي جدا. وانت قاعد القعده اللي انت فيها كويسه؟ قال لي ممتازه. قلت له المحتوى كله كويس؟ قال لي كويس. قلت له المانيوال اللي هي الدليل اللي احنا دوره كويس؟ قال لي كويس. قلت له المبلغ اللي دفعته يتناسب مع كله؟ قال لي يتناسب. قلت له طيب ايه المشكله بالتحديد؟ قال لي دي بس اللي انت قلتها. قلت له شوف انت عملت ايه، لغيت كل حاجه كويسه وركزت على دي، ومع ذلك برضو انا ما اقصدهاش كده، اقصدها بهذا الاسلوب، وانا بعتذر اذا كان وصلت لك باسلوب مختلف. راح باصص كده وراجع تاني، قال لي انا اسف ما كنتش اقصد. قلت له بالعكس، يعني تعالى خدني احسن كده. فكل ما في الامر انك بغير تركيز حد، لو بص لقي سيئه تجيلي وتقول لي انا عايز اتطلق، لان تركيزها كله على الحاجات السيئه اللي بيعملها جوزها، مجرد ما تغير هذا التركيز فكلمه واحده بس، التركيز خد بالك بتركز على ايه، هتاخدك في الاحاسيس. الاحاسيس هتوديك بعد كده شارع من الاثنين، يا اما في الالم يا اما في السعاده. والمخ باستمرار هيتفادى الالم، والانسان باستمرار هيتفادى الالم ويروح للسعاده. وممكن جدا تكون السعاده في حاجه تكون سلبيه، زي مثلا التدخين او انك تاكل حلويات كتير ما تعملش حاجه، قاعد طول النهار في البيت. لا مثلا حد قاعد عمال يتفرج على التلفزيون طول النهار وعمال ياكل ويتخن، وبالنسبه له ده احسن اختيار. لكن لو اديت له اختيار تاني يناسبه وهو يناسبه بالنسبه لقيمه، هيبدا يتغير شويه شويه، بس مبنيه على قيمه هو مش قيم العالم الخارجي. فتبص تلاقي ده بيوديك حاجه اسمها الروابط الذهنيه والنفسيه، ان اي حاجه في الدنيا عباره عن رابط. ايه هو الرابط؟ ان اي حاجه في الدنيا بتحصل لك احاسيسك عاليه، في منبه موجود بيخش جوه الاحاسيس. يعني مثلا احاسيسك عاليه في حاجه، مثلا اي حاجه، زواج مثلا، وبعدين كان في اغنيه معينه بتحصل او في حاجه حصلت، حاجه كانت مختلفه شويه راحت داخله جوه التجربه بتاعتك. بارفان صنف من اصناف العطور بتشمه يروح داخل جوه التجربه بتاعتك. فتبص تلاقي لما اي حاجه تحصل لك فيها احاسيس عاليه واي منبه موجود يخش فيها، للدرجه زي ما قلت قبل كده كان السيده دي اللي وهي صغيره كان حصلها صدمه كبيره جدا. في نفس الوقت كانت الدنيا بتشتي، كانت سياره البوليس كانت معديه، كان في كلب بينبح، دول دخلوا جوه التجربه بتاعتها. بتحاول تتعالج بقى، طبعا بتاخد ادويه ودكاتره ممتازين، ولكن كل ما في الامر في روابط، كل ما تيجي الروابط دي الصدمه تشتعل تاني ويجي لها صداع، لغايه ما عملنا حاجه اسمها الاسترجاع بالعمر، وبعدين اتعالجت في وقتها راح الصداع. اجي الغرض من الروابط الذهنيه. فخد بالك انت بتركز على ايه، هتوصلك لاحاسيسك، والاحاسيس هتوصلك على طول للروابط اللي هي يا اما تروح للالم او السعاده، وبعدين الروابط الذهنيه اللي فيها. وان عشان خاطر تقدر تعمل رابط، اول حاجه في اربع حاجات اساسيه، قوه الاحاسيس، وبعدين توقيت الرابط يكون متميز، وبعدين اخر حاجه تقدر تكرره تاني من اول جديد. عشان تعمل رابط ايجابي او تعمل رابط يتماشى معاك، ممكن تستخدمه في الخشوع في الصلاه، ممكن تستخدمه في التحكم في نفسك، ممكن تستخدمه في اي حاجه، في الثقه في النفس، في الاسترخاء التام وانت عاوز تنام. تبص لاقي الرابط ده ممكن يكون صديق رائع. عشان تعمل رابط بالنسبه لك ايجابي، اول حاجه بتفكر في الحاله اللي انت عايزها. ايه الحاله؟ مثلا الثقه في نفسي، بتفكر في الرابط اللي انت عايزه، اللي لما تمسكه هفكرك بالحاله دي. مثلا ممكن يكون صباعين كده، فلما تمسك الصباعين يفكرني بدي. يعني مثلا وانا بفكر في الثقه وامسك الصباعين دول واخد نفس عميق واطلع بقوه
وابدا مستمر على كده. بعد كده لما امسك الصباعين دول هلاقي نفسي اتنفست بنفس الطريقه، وبعدين لو كررت جوايا تاكيدات ان انا فعلا واثق بنفسي هتلاقي المخ يفتح لك الفايل اللي فيه كل تجارب الثقه في نفسك. فكل ما تمسك الصباعين دول هتتنفس بطريقه قويه وهتفتكر ثقه في نفسك. فممكن تساعدك عشان تعمل رابط ايجابي يكون قوي، بتفكر في الحاله، بتفكر في الرابط، بترجع للماضي، بتلاقي تجربه من عندك من الماضي موجوده، الفايل موجود، فبتاخد تجربه معينه بتعيشها كلها بحواسك الخمسه. لما الاحاسيس تشتعل امسك الرابط، فهذا الرابط يدخلك تاني في الثقه اللي انت عايزها. وايه ده؟ استخدام الرابط الذهني. فتبص تلاقي الرابط الذهني بعد كده بقدراته بتوصل للاعتقاد الشخصي. والاعتقاد هو عباره عن ايه؟ الاعتقاد عباره عن برمجه راسخه موجوده جواك، جواها قيمك، جواها افكارك، جواها ادراكك، جواها كل شيء عنك. فوراء كل سلوك يوجد اعتقاد، وراء كل احساس يوجد اعتقاد، وراء كل حاجه بتعملها بتفكر فيها وراء اعتقاد. لو حاجه سلبيه في اعتقاد، لو حاجه ايجابيه في اعتقاد. انسان مدمن اعتقاد انه بيهرب من الدنيا وانه كده مبسوط وانه كده كويس مش عايز يرجع لاحاسيس، لما ترجعه تاني في اعتقاد. فالاعتقادات، وانا قلت الاعتقاد بيولد الفعل والفعل بيولد الاعتقاد. يعني لما انسان مثلا يقول لك تعرف انا جاي شخص يقول لي ما اقدرش اعمل سكي اللي هي تزحلق على جليد، فده اعتقاد فوصله للفعل. قلت له انت بتفكر في السكي ازاي؟ قال لازم اطلع من فوق وبعدين انط فوق ممكن اتكسر. قلت له لا، في واحده على الارض تعملها وانت ماشي عادي جدا. انت بتحب تلعب رياضه؟ قال لي بحب انشط نفسي باستمرار. قلت له دي هتتنفس كويس، فكر فيها. فمجرد ما فكر فيها وعملها، هو عملها على الارض، كان عنده اعتقاد معين انها خطر جدا، لما عملها على الارض بقت مختلفه بالنسبه له. فالاعتقاد ولا الفعل، والفعل عمل له اعتقاد جديد. والاعتقاد له انواع، اعتقاد عن الذات، اي حد يقول انا بعد الانا تكررها اكتر من مره وتحط معها احاسيسك بتبقى اعتقاد. فخد بالك بتقول ايه لنفسك بعد الانا. عشان كده لما تقول انا قادر فعلا، عندي قدرات رائعه اديها لله سبحانه وتعالى، انا استحق النجاح، انا عندي قدره احقق اهدافي، انا ورا حاجه تكون ايجابيه وفي الوقت الحاضر. بعد تاني او في صنف من اصناف الاعتقاد، اعتقاد عن المعنى، عن معنى الاشياء. ايه معنى ايه؟ ايه بيجي معنى ايه؟ هل معناها، هل السعاده معناها الهدوء النفسي؟ هل السعاده معناها الفلوس؟ هل السعاده معناها العمل؟ معناها الوظيفه؟ معناها الميزانيه؟ ايه السعاده بالنسبه لك؟ معناها ايه بالنسبه لك؟ انا فاكر برضو كنا بره، كنا في وقتها كنا في بلانو في دالاس تكساس، وبعدين في راجل كنا بنتكلم على نجاح بلا حدود، وبعدين لقيت شخص، يعني كنت بسأل السعادة بالنسبة لكم النجاح عبارة عن ايه؟ فواحد قال لي انا بالنسبة لي النجاح والسعادة ان انا اقدر احقق ميزانيتي. قلت له ميزانيتك كام؟ قال لي 20 مليون دولار. تخيل بقى، يعني لو ما حققش الميزانية هيبقى تعيس. فهو حط سعادته ونجاحه مرتبطة بالفلوس. لقيت واحد تاني فرحان جدا عمال يتحرك من كل ناحية ومبسوط مقضي وقت جميل جدا. فقلت له انت بالنسبة لك النجاح والسعادة عبارة عن ايه؟ خد بالك قال لي ايه؟ قال لي السعادة والنجاح بالنسبة لي ان اعيش كل لحظة اكنها اخر لحظة في حياتي. شوف الفرق بين الاثنين، ان شخص بيشوف حياته كلها ان كل لحظه ليها قيمه عاليه والتاني حاططها بالفلوس. ودي كلها عباره عن اعتقادات، دي اعتقاد عن المعنى. ففي اعتقاد عن السبب، ايه بيسبب ايه؟ ايه بيسبب ايه مثلا؟ تقول يا ترى التدخين بيسبب لي ايه؟ فلو انسان رابط بيها السعاده ولكن التدخين بيريحني، ومجرد ما تحصل له حاجه ويتوجع جدا بالنسبه لصحته يبقى التدخين خطر. فتبص تلاقي الادراك بدا يتغير. عشان كده لما تبص تلاقي اول ما تكلم نفسك تقول انا حاجه، على طول ده اعتقاد عن الذات. اما تقول دي معناها كذا، ده اعتقاد عن المعنى. اما تقول ده سبب كذا، دي اعتقاد عن مسببات الاشياء. وبعدين اعتقاد عن الماضي واعتقاد عن المستقبل. وكلمنا انك تكتب الاعتقاد، تكتب الاعتقاد السلبي، تكتب ثلاث حاجات او خمس حاجات بيسلبها منك، بيسرقها منك هذا الاعتقاد السلبي، وبعد روح بيها في خط الزمن ان سنه من النهارده وسنتين من النهارده لغايه 20 سنه من النهارده وانت وصلت لمرحله متضايق جدا. وبعدين توصل بعد كده للاعتقاد الايجابي واكتب خمس فوائد على اللي تستفيدها منه، وخد نفسك على خط الزمن لغايه 20 سنه من النهارده. هتلاقي نفسك المخ بدا يعمل التغيير داخليا، كل ما في الامر تبدا تحط الاعتقاد الجديد في الفعل شويه شويه لغايه ما يبقى جزء من حياتك. وبعد الاعتقاد اتكلمنا عن الثقه، والثقه قلنا عشان توصل للثقه في النفس، الثقه هي الفعل. الثقه في النفس بتحط حاجه في الفعل وانت متاكد انها هتنجح، متاكد انك هتنجح مهما يحصل ومهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات. وعشان توصل للثقه في النفس في قبلها كذا حاجه. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي هي قيمك واعتقاداتك، افكارك وادراكك اللي خدتهم من الاب والام، وفي الحالات دي خرجت العالم الخارجي تتصل بيه بهذا المفهوم، ولو لقيته عنده حاجه مختلفه عنك يبدا الاحتكاك في الاتصال مع الاخرين. عشان كده انا خد بالك لما تتكلم مع ناس خليك مرن جدا. فالمفهوم الذاتي بيوصلك للمثل الاعلى الذاتي. كل واحد فينا جواه نفسه يكون سعيد وعايز يكون ناجح، عنده علاقات ممتازه، مرتاح ماديا،
ولكن اللي جواك حاجة اللي نفسك فيه، والحقيقة أدائك حاجة تانية خالص. عشان كده الفرق بين المثل الأعلى الذاتي والحقيقة بالنسبة للشخص في الوقت الحاضر، كل المشاكل النفسية اللي في العالم وده المثل الأعلى الذاتي. بعدين بيوصلني للصورة الذاتية. لو أنا مش شايف نفسي جوه أن أنا بالطريقة اللي أنا عايزها، عايز أنزل وزني مثلا، عايز أبطل التدخين، عاوز أنجح، عاوز أفتح شركة، عايز أكون بطل في حاجة، عايز أكون رياضي ممتاز. أنا يعني اشتغلت كتير جدا مع ناس رياضيين ولقيت قد إيه ساعات يكون ضايع منه. في مثلا شاب ده في كندا سوري بطل العالم الولد ده في الكاراتيه، لكن اللي حصل له في وقت من الأوقات إنه لما كان هناك بعد ما كسب البطولة ضربوه بعد البطولة، في ثلاثة اتلموا عليه وخبطوه كسروه لدلع من دلوعه. لما الضلع كسر جاله صدمة لأنه ما كانش متوقع، وجم فجأة هو كان ممكن يدافع عن نفسه، لكن جم وراه وهما كلهم في كاراتيه فكسروا الضلع من دلوعه. أصبح عنده صدمة دخلت جوه الصدمة، لأن في رابط دخل هذا الرابط جوه الفكرة بتاعته. لما دخلت جوه الفكرة اللي حصل بعد كده، كل ما فكر في بطولة يحس إنه خايف لأن حصلت له حاجة صدمته. وبعدين بعد كده بدأ يخسر. فمجرد ما قعدت معاه بنكتشف ايه الرابط اللي حصل، ما كنتش عارف عن القصه دي. لما عرفت الرابط لازم الرابط ده يتغير، ولما الرابط ده يتغير يرجع تاني لاعتقاده الشخصي وقوته الذاتيه والثقه في نفسه، هيرجع شويه شويه يوصل اللي عايزه. وفعلا ده اللي حصل، لغايه ما وصل له رابط القوه رجع تاني وبدا ينجح من اول وجديد. ادي مثلا بنتكلم عليها قوه الثقه في النفس. فالثقه بتجي لك المفهوم الذاتي، وبعدين بتوصلك بعد كده للمثل على ذاتي، بوديك للصورة الذاتية ان انت شايف جوه نفسك فعلا ناجح. وبعدين بتوصل بعد كده للتقدير الذاتي، اللي بتتقبل نفسك زي ما انت، بتحترم نفسك زي ما انت، عارف كويس جدا قيمتك اللي اديها لك الله سبحانه وتعالى، وبهذا الشيء لنفسك ماشي بطريقة في الدنيا وانت في منتهى السعادة. احنا وصلنا دلوقتي الثقة في النفس، وبتستمر لغاية ما توصل للإنجاز الداخلي، وبعدين اخيرا بتوصل اخر حاجة فيها الثقة في النفس. فكل ده في جذور. عشان كده لما حد يقول لي دكتور عاوزين نتعلم، عايز اكون عندي ثقه في نفسي اكتر من الاول، هي الثقه في النفس ما هياش كلمه، ما هياش حاجه بتعملها، لا ده جذور في قيم، في اعتقادات، في قوه داخليه بتقول لك انا واثق من نفسي مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، ومهما حصل لي. وعلى فكره كلنا واثقين في نفسنا في حاجات معينه ومش واثقين نفسنا في حاجات تانية، معظم الناس كده. فبص تلاقي الشخص لما يركز على حاجه واحده بس هو مش واثق في نفسه فيها بتتعمم، ويقول لك بعد كده انا مش واثق في نفسي. عشان كده خد بالك بتقول لنفسك ايه، خليك محدد في الكلام اللي بتقوله عشان تقدر توصل لبر الامان. الثقه في النفس بعد كده هتوصلك المحطه اللي بعدها، الاهداف. بدات دلوقتي لازم تقعد وتبدا تاخد ورقه وقلم عشان تكتب اهدافك، تكتب الاسباب اللي انت عايزها وعايزها امتى وعايزها ازاي وعايزها فين، وتوصل تعرف مصادرك هتستخدمهم ازاي، تعرف تحدياتك هتستخدم التحديات دي ازاي، وتقدر تعدي عليها وتستفيد منها، وبعدين تكون ملتزم لغايه ما توصل تحقق اهدافك. ولما تحقق اهدافك ساعد ناس كتير على قد ما تقدر، كبر حد معاك، هتبص تلاقي الدورة اللي هي الدورة الإيجابية ترجع لك تاني بقوة رائعة. لما وصلت لوقتي الأهداف لغاية كده برضو مش كفاية، لازم الفعل، لازم الفعل اسمه الفعل الاستراتيجي. وفي الفعل الاستراتيجي أول حاجة لازم تعملها في الاستراتيجي هي التخطيط، إن أنا أولا بخطط، إن أنا ببقى قاعد أقعد أخطط. التخطيط بيوصلني بعد كده للتوقيت، انا اول بخطط وبعدين التوقيت. التوقيت يعني على التوقيت المناسب بالنسبه لي ايه، مش مثلا احط حاجه جديده وعندي خمس ست حاجات بعملهم في نفس الوقت، هتبص تلاقي عندي كتير مش حاضر عليهم هسيب كله. عشان كده التوقيت بالنسبه لك له اولويات مهمه جدا. فانت عندك التخطيط وبعدين التوقيت وبعدين التنفيذ. بعد التنفيذ بتوصل للتقييم، بتقيم وتعدل. فبعد التقييم في التعديل، وبعد التعديل بتوصل للتنفيذ تاني من اول وجديد. فهذه التفكير الاستراتيجي، بتخطط وبعدين التوقيت وبعدين تنفذ وبعدين تقيم وتعدل وبعدين تنفذ تاني من اول وجديد. وعلى فكره التفكير الاستراتيجي بنتكلم فيه مع بعض، الشركات العالميه بتشتغل فيه، بيعين حد اسمه استراتيجيك ثينكر، واحد مفكر استراتيجي بيدفع الشركه فلوس كتير جدا عشان يقول لهم الحاجات دي، عايز يعرف هم فين، عايزين يروحوا فين، ايه تحدياتهم، ايه مصادرهم، ولما يوصلوا للهدف يعملوا ايه تاني. ادي جزء. الجزء الثاني عاوزين يعرفوا اللي انا سائل عليه، لازم يخططوا، وبعدين لازم يعرفوا التوقيت الصح، وبعدين ينفذوها، وبعدين يقيموها، وبعدين توصل لمرحله بعد التقييم التعديل، وبعد كده ترجع تاني للتنفيذ. عشان كده سميتها التسويق الشخصي. الشخصي ان انت بتوصل نفسك بتستغل هذه القدرات اللي موجوده في العالم في الشركات الناجحه جدا وانت بتستخدمها، لان حياتك لازم تخطط لها
وبتشتغل بتاخد التوقيت اللي يناسبك وبعدين بتنفذ. ولما بتنفذ لازم تقيم، لان لما تيجي تقيم هتلاقي في حاجات بتعملها غلط ترجع تاني تظبطها، ولما تقيم تعدل، ولما تعدل انت عندك مرونه تامه، وفي التعديل يوصلك للتنفيذ، وشويه شويه تلاقي نفسك وصلت للي انت عايزه في الاخر. وده هو اللي احنا بنسميه الفعل الاستراتيجي. دلوقتي هسالك سؤال، انت عندك ادراك رائع وتفكيرك ممتاز وتركيزك اصبح ممتاز واحاسيسك ممتازه، غير كده روابطك رائعه، وبعد كده اعتقاداتك اصبحت تتزن وثقتك في نفسك عاليه جدا وعندك هدف واضح، تفتكر لغايه كده لو ما حطيناش في الفعل هيكون في حاجه؟ لا، لازم تحطها في الفعل. دلوقتي انت حطيتها في الفعل، تفتكر كفايه؟ لا، لسه في، احنا ماشيين دلوقتي واحده واحده بتوديك لبعدها. ايه اللي ناقص بعد كده؟ الاصرار والتفاؤل. انا ممكن جدا انا عارف كل ده وبعدين بحطها في الفعل وبعدين فعل استراتيجي، لكن انا نفسي مش مصر. انت عارف كلمه الاصرار اقوى من الالتزام. الانسان ملتزم بيبقى ملتزم مره واثنين وثلاثه ان اعمل حاجه وملتزم بيها، لكن ممكن التزم وما التزمش. لكن الاصرار ان مهما حصل في اي وقت في اي مكان، مهما كانت حالتي النفسيه، مهما كانت التحديات، مهما كان الطقس، لو الدنيا ساعه او الدنيا حر ما تفرقش اطلاقا، انا مصمم التصميم ده وهذه العزيمه في منتهى القوه. عشان كده ريك روك اللي هو مؤسس ماكدونالد، على فكره هو مش صاحب ماكدونالد، اصحاب ماكدونالد هم شركه اسمها عائله ماكدونالد، لكن كانوا بيشتغلوا انهم بيبيعوا همبرجر. لما دخل ريك روك قال لهم تدوني الفروع، اعمل نظام الفروع في العالم كله، قالوا له حاولنا ما نفعتش، قال لهم طب خلاص ادوها لي واخدها انا بحصري، عارف حقوق حصريه وانا هشغلها في العالم. كان بيروح كل يوم الصبح، مش عشان يبيع همبرجر، كان بيروح كل يوم الصبح عشان يبيع فرع من فروعه. وبعدين هو اللي قالك، وطبعا زي ما نشوف كل ان شاء الله حصل في العالم كان سببه الراجل ده بيفكر تفكير استراتيجي في منتهى الخطوره. كان عارف ازاي يخطط مقدما ويحط الاحتمالات، وبعدين الاحتمالات يحلها مقدما، للدرجه انه راح لوزاره الزراعه يقول لهم عايزين نعمل بطاطس تكون محدده، تكون من نوعيه معينه عشان ننشرها في كل العالم. قالوا له ما عندناش حاجه محدده، ما عندناش مثلا نوعيه نمره كذا او نمره كذا موجوده، ما عندناش، فلازم تاخد اللي عندنا. تفتكروا عمل ايه؟ راح شاري ارض وخد تربه معينه، رمال معينه ونظام معين، وجاب جذور معينه وزرعها لغايه ما طلعت بقى ينفذها في كل حته في العالم. فقدر هو وعلى كده ساعد الحكومه نفسها ان يكون عندها النوعيه بالدرجه اللي هو عايزها. فكان بيفكر بهذا الاسلوب، فكان بيخطط باستمرار. وبعدين قال لك كلمه عجبتني جدا، قال لك ما فيش حاجه في العالم ممكن تاخد مكان الاصرار. التعليم لا، يا ما ناس مليانين علم لكن مش مصرين. قال لك حتى الذكاء لوحده لا، الذكاء لوحده والشخص ما بيعملش بيه حاجه ممكن يتجن بيه، قال لك الحاجه الوحيده اللي تخلي الانسان يوصل بقوه في حياته هي اصراره على تحقيق اهدافه. فلما بص لاقي حسالك سؤال دلوقتي، يا ترى انت مصر فعلا انك تحقق اهدافك؟ يا ترى انت مصر انك مهما حصل برضه هتحقق اهدافك؟ انت عارف في وقت من الاوقات، ودي قصه برضه حقيقيه على فكره، وحصل في جنوب كاليفورنيا، في راجل كان في حدود الاربعينات، كانت زوجته كان عنده ولد وبنت كان بيحبهم جدا جدا كلهم، وبعدين في يوم حصل حاجه وزوجته توفت. فالراجل كان في الاول متضايق جدا، والاولاد كان هو يعني حط كل حاجه يقدر عليها علشان اولاده، فكان بيسعدهم جدا وعلى قد ما يقدر، واصحاب جدا كلهم مع بعض، كان كل يوم بدري يعمل لهم السندوتشات ويوصلهم بنفسه لغايه المدرسه، كان بيخاف عليهم جدا، ويرجع البيت يجهز نفسه وبعدين يروح لشغله وبعدين يروح تاني ياخدهم من المدرسه ويرجعهم على البيت، ويقضوا بعد كده وقت جميل سواء بيذاكر لهم او بيخرجوا سوا، كان باستمرار عيله، يعني فعلا عيله متكامله. اللي حصل في يوم من الايام يا دوب وصلهم للمدرسه، وهو راجع على البيت سمع في الراديو ان في زلزال خطير حصل في المكان اللي فيه المدرسه بتاع اولاده. الراجل ما كانش مصدق نفسه، كان هيتجنن، خد السياره ورجع جري لغايه المدرسه، لقى فعلا المدرسه كلها مهدوده وفي زلزال كان خطير حصل هناك والعيال كلها تحت البتاع. فالراجل عمال يقول مش معقول ايه اللي حصل ده، فتبص تلاقيه كان قاعد ومصر، قال لك لازم استنى. جم طبعا الناس المسؤولين والمطافي والبوليس، قالوا له خلاص احنا بنعمل كل نقدر كل عليه، انا مش اطلاقا مش ممكن اطلاقا، انا قاعد هنا مش همشي، انا قاعد هنا انا متاكد ان اولادي حيين. وكان مصر بطريقه مش طبيعيه. الكلام ده كان الساعه مثلا 9 الصبح، على الساعه 12 الراجل لسه قاعد. قالوا له طب خلاص روح، الناس بدات تمشي واحنا هنشوف كل حاجه. لو مش ممكن اطلاقا. الساعه بقت 8 بالليل، قالوا له امشي خلاص. الساعه بقت 12 بالليل، هو مصمم وقاعد وعارف انا متاكد، وفضل مصر. على الساعه 2 بالليل ما كانش فيها الا هو والمسؤولين والناس بتوع المطافي والناس الحفارين اللي بيحفروا،
وعلى الساعه 2 بالليل. وعلى فكره دي قصه حقيقيه، لو ايد صغيره معجزه، ايد صغيره بتطلع من كل الحاجات، الانقاض اللي تحت تطلع الصغيره كده من مكان ما كانش حد متخيله المكان ده هناك، فشده طلعت بنته صغيره وراح بدا يحفره، فواحد ورا الثاني بدا يطلع، وبعدين اخيرا طلعت بنته ولما خدها حضنها وقعد يبص فيها، حس براوعه داخليه، وبعدين بيسال اخوك فين؟ قالت له ما اعرفش، ضروري في مكان ما. بعد ما الناس كلها طلعت راح طالع الولد، واول ما طلع راح جري على ابوه وابوه حضنه، وبعدين قال له انت كنت فين يا حبيبي؟ قال له انت مش عارف ايه؟ قال له بابا. طبعا كانت طريفه القصه، قال له بابا انت مش عارف ان انا بطلع الاخير في المدرسه؟ طب انا الاخير هنا، هو انت زعلان ليه بقى؟ وبعدين انا كنت متاكد 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 انك مش ممكن اطلاقا هتسيبني. والراجل بص له وقال له، كان الدموع في عينيه، قال له كنت عارف كويس جدا الله سبحانه وتعالى مش هيسيبني ابدا. وثم بعد كده كنت افكر باصرار تام ما كنتش همشي من هنا حتى لو قعدت اسبوع، كنت متاكد ان انت موجود ومتاكد ان انت هتجيلي. ادي قوه الاصرار، قوه الاصرار. اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه كانت خاسره الحرب، كانت محطمه تماما، يا دوب كام سنه بداوا يلموا بعضهم تاني من اول وجديد، ولا تعالى نشتغل في الفريق، نشتغل كلنا مع بعض. وعلى فكره اليابانيين يشتغلوا سوا زي النحل. اللي حصل قالك هنبقى اقوى بلد في العالم في التكستايل اللي هي صناعه الاقمشه، ولا عندهم خيرات طبيعيه ولا عندهم خيرات ولا عندهم حاجه خالص. بالظبط كده في 7 سنين كانوا اقوى بلد في العالم في صناعه الاقمشه. قالك بعد كده ايه اللي هنعمله؟ هنكون اقوى بلد في العالم في الالكترونيات. وانتم شايفين بيحصل ايه، الموبايلات والالكترونيات والتلفزيونات، ده عند حتى السيارات الجديده حتى بتكرر على الكمبيوتر كله من اليابان. ايه السبب؟ في ناس بتفكر قالك نشتغل سوا ونصر هنعمل حاجه اسمها تمثيل النموذج البشري المتميز. كان يخرجوا يشوفوا المتميزين بيعملوا ايه وياخدوا اللي بيعملوه ويتعلموا منهم ويحللوها ويوضبوها ويقيموها ويعدلوها ويعملوها بطريقتهم، ومصرين على النجاح. وده اللي حصل في شركه في اليابان، شركه بتبيع عرايس، وهناك من اقوى الناس اللي بينتجوا العرايس في العالم طبعا الصين، بعدها اليابان على طول. اللي حصل ان الشركات فيه منافسه جامده جدا، فالشركات بتفلس. ففي شركه عندها ارض ضخمه وعندها اكبر انتاج للعرايس موجود في اليابان، فقال لك احنا يعني مش معقول يعني المنافسه عاليه وهنخسر. قال لك طب نعمل ايه؟ اخذوا الارض اللي عندهم وزرعوها، زرعوها خضار وزرعوها فاكهه، وبعدين لما بدا يعني خدت لهم 6 اشهر، استحملوا شويه المبيعات شغاله ولكن مش قد كده. اللي حصل في 6 اشهر دول بدات الطماطم وبدا الخيار وبدا الفاكهه وبدا الحاجات دي تطلع، وراح حاطين عشان يبيعوا الخضار والفاكهه بتاعتهم، وراح حاطين العرايس هي اللي تبيعها، فالناس كانت بتعدي تشتري الفاكهه وتشتري العروسه. بيفكر بابتكار لما سالوه الفكره دي جبتوه منين؟ قال لك العالم كله بيجري بالسرعه وبالابتكار، ومش ممكن تقدر تمشي في الاثنين غير انت مصمم انك تنجح. ده التصميم اللي انا بتكلم عليه، ده هو الاصرار اللي انا بتكلم عليه، اصرار ملوش حدود. فخليني اسالك تاني من اول وجديد، يا ترى انت مصر فعلا انك تنجح؟ يا ترى انت مصر انك توصل لمرحله ان مهما حصل برضه هتنجح؟ لو عايز تنزل وزنك، يا ترى انت مصر فعلا تنزله؟ او انت مصره تنزليه فعلا؟ لو انت عاوز تتعلم لغه، انت مصر انك تعملها؟ الناس بتبدا وتنتهي، يعني ازاي؟ واحد عايز يتعلم لغه مثلا، يبدا وكان عنده طاقه عاليه وبعدين يسيبها. تبص لو واحد يسافر بره وعاوز يشتغل بره، يسافر وبعدين يسيبها. الله، طب ايه اللي سفرك من الاساس؟ وتبص تلاقي واحد تاني يكون عنده طاقه عاليه جدا انه يلعب رياضه. على فكره دي منتشره جدا في الرياضه، يعني انا مثلا انا في المارشال ارت اللي هي الكانغ فو بقى لي سنين، شفت ناس تخش قوي من الاول، يخش لك ب 100 شخص مثلا، وبعدين على ما يوصلوا حزام الاسود يكونوا فاضلوا 5 ولا 6. طب الناس دي حصل ايه؟ كله يتمنى ان يكون هناك. طبعا الشعر قال لك ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فالشخص هو بيستمر مستمر مستمر بس مصمم لازم يوصل، ده اللي بيوصل. اي حاجه مجرد ما تخبط اول خبطه يقول لك لا يا عم انا مش عايز العب اللعبه المجنونه دي، امشي احسن. عشان كده التصميم، الشخص لما يصمم. انت عارف انا كنت قاعد مره في جنينتي في بيتي، وبعدين بصيت لقيت نمله معديه شايله حاجه اكبر منها، رحت سدلها السكه برجلي، راحت رايحه من حته ثانيه ومعديه، رحت الحته ثانيه وسددتها، راحت حته ثالثه، فضلت معاها كده 2 ساعة كاملين وانا قاعد عمال اسددها. طبعا بناتي بيبصوا قالوا طبعا بابا باين عليه، كان عندنا يعني فكره انه ضارب دلوقتي، احنا متاكدين انه تخلف خالص، عمال يلعب مع النمله، بابا بيلعب مع النمله وانا عمال اسددها، مش عارفين انا بعمل ايه. النمله دي مصره انها توصل لغايه ما انا تعبت في الاخر، وزي ما تكون بصلي وبتضحك عليا بتقول لي مهما سددت السكه هروح، يعني هروح، هروح بيتي، يعني هروح بيتي. ادي الاصرار. وفي الاخر انا تعبت وسبتها وهي ماشيه، لقيتها ماشيه وجابت شويه تانيين شويه نمل جنبها، وزي كلهم بصوا لي وضحكوا عليا ان الجدع ده فاكر ان احنا خلاص هنسيب. لا ده عندكم انتوا، يمكن عند البني ادمين مش عند النمل.
ومصممت وفضلت لغايه ما راحت بيتها شاله بتاعها اكبر من جسمها. ده اللي انا بتكلم عليه، ده الاصرار القوي. الانسان المصر ممكن يكون عندك كل اللي انا قلته ده، عندك تركيز رائع، احاسيسك ممتازه، والالم والسعاده بتربطهم مظبوط، وعندك روابط نفسيه ممتازه، وعندك اعتقاد قوي في نفسك، وعندك ثقه قويه في نفسك، وعندك اهداف وحطيتها في الفعل، وبعدين تسيب. ايه السبب؟ ما انتش مصر انك تنجح، ما عندكش تصميم انك فعلا تنجح. فالتصميم ده، الاصرار ده في منتهى الروعه. الاصرار ده لما تبص لها واحد اسمه مايكل بانكمان اللي انا كلمت عليه قبل كده في حلقات سابقه. الراجل ده ده ملياردير موجود، راجل ده في تكساس، وسالوه ايه اللي سر نجاحك؟ قالوا اولا تروح في وقتك. معظم الناس ما بروحش في وقته. ثانيا روح في وقتك ومعاك خطه. معظم الناس مش عارفه هم رايحين فين. روح في وقتك مع خطه، حطها في الفعل، هتبقى اكتر من 99% في العالم. وهو ماشي قالوا على فكره ما تسيبهاش اطلاقا، خليك مصر عليها، وفي نفس الوقت خليك مرن. قالوا له قلتها ليه وانت ماشي؟ عشان الناس ما تنساهاش. الاصرار بعد الفعل لازم، الاصرار لازم تكون مصر انت عايز ايه. لو مش مصر خلاص، لان ممكن اي حاجه تحصل، تحديات كتير جدا، تحديات هتجيلك من الناس، هتجيلك من الاشياء، تجيلك من الطقس، تجيلك من الداخل، تجيلك من الخارج، ياما هتشوف تحديات. عشان كده الناس بتمشي في الدنيا تقول لك الله الدنيا كويسه، وبعدين تحصل له حاجه يقول لك ياه الدنيا فعلا صعبه. لا، هي لا كده ولا كده، انت فعلا فكرت فيها باسلوب معين ووصلت لهذا الاسلوب وتعبت نفسك على الفاضي. عشان كده الواحد لما يجي يفكر يقول لك يا ترى انا فين دلوقتي في المراحل السته من حياتي، انا فين في دول. عشان كده لما اتكلمت الادراك وحطيت ست اجزاء، جزء روحاني والصحي والشخصي والعلاقات وبعدين المهني والمادي، طول ما انت ماشي، عشان لما نوصل للاصرار والفعل والكلام ده كله تبقى عارف كويس جدا انت فين. لو انا مثلا، بس قلت لك اكتر من مره قبل كده، قيم يوميا. يعني ايه تقيم يوميا؟ ان كل يوم قبل ما تنام تسال نفسك انا فين في كل دول، يا ترى انا فعلا مصر ان انا اعملها. انا كنت مره في بعض الفنادق في مونتريال، وكنت رايح هناك، كنت زائر عليهم وبديلهم درس على اساس وقتها، كنت وقتها مدير عام في الفنادق، وكنت انا مخطوب، يعني اختارونا من مجموعه معينه عشان في اكل معين كانوا جايبينه في معلبات وبياخدوا راينا فيه، وفي نفس الوقت عايزيننا نتكلم قدام الطلبه اللي هتطلعوا. فسالتهم مين فيكم عايز يكون مدير عام؟ فكله قال لك انا. سالت السؤال الثاني، مين مستعد يدفع الثمن؟ كلهم قالوا قبل ما نرد قول لنا الثمن ايه. تروح هتشتغل كل يوم على الاقل من 10 12 ساعه، يمكن ما تعرفش تروح في الاسبوع كله، وبعدين هتدفع ثمن غالي. يعني مين فيكم عايز يدفع الثمن ده؟ 2 من 60 طالب. قال لك لا، احنا فاكرين، هم فاكرين الاداره العليا ان قاعد بقى بيتغدى مع الناس وقاعد شكله حلو وبيطلع في التلفزيون، مش عارفين انه بيطلع من الصبح لغايه بالليل بيتعب جدا. انا يا دوب بعتوا لي واحد من دول، وقت ما كان مدير عام بعد الفنادق بعت لي واحد بيبقى عارف في ديلك كده ماشي عشان يتعلم. فقلت له خلاص خلوه معايا. يا دوب انا داخل، كنت بخش بدري جدا، رحت هناك حوالي الساعه 5 الصبح. الساعه 5 الصبح دخلت في كل الثلاجات واحده واحده، اشوف التخزين عامل ازاي، اشوف درجه الحراره مظبوطه ولا لا، ودي كانت اساسا تخصصي، واعرف انها مظبوطه. انا ممكن جدا اي حد يكون عمل درجه حراره غلط تغيرنا الافات من الدولارات على اخر السنه، ممكن توصل لملايين من الدولارات، فكان لازم تظبط. وبعدين لفيت لفه، وعلى ما رجعت تاني مكتبي كان هو خلص. وبعدين بصيت وانا في مكتبي كلموني في واحد من الطباخين بدل ما يقطع اللحمه راح قطع صبعه، فلازم تصرف بسرعه لان دي حادثه عندنا، حادثه في العمل، فلازم على طول تتصرف، تكلم الاسعاف بهدوء وتاخد وديه المستشفى وتطمن عليه. وبعد كده احنا عايزين، قالوا لي ان في ميه دخلت من الدور التحتاني وغرقت كل الدور الاولاني، فبتحلها بسرعه، وكلنا بنحلها سوا. فالراجل الشاب ده بيوصلي بيقول لي انت هتشتغل امتى؟ قلت له انا على فكره بسخن، بس ده لسه اللي جاي تحديات على طول. استنى لما تبدا تخش زمان رايحه جايه، وتلاقي معاك عشان شركه من شركات الطيران لازم يمشي بسرعه، محتاج عربيه توديه لغايه المطار، الطياره لازم تمشي، عايز عربيه لوحده، هتعمل له ايه؟ عندك طابور عايز يخش اللوكاندا، وعندك طابور عاوز يخرج من اللوكاندا، وفي نفس الوقت عندك من مطعم من المطاعم زبون اشتكى من الاكل مش عاجبه، كل ده لازم يتحل بسرعه. ده انت كل ده كمان لسه بتسخن، ما عملتش شغلك انت بقى الخاص، انك تعمل التقرير اليومي، تعمل الاجتماع الاداري اليومي، تتصل برئيس مجلس الاداره في حدوته. فقال لك لا يا عم انا مش عايز الشغلانه دي، انا افضل احسن، انا طالب حلو قوي، انا افضل ممكن اكون عارف مدير قسم ولا بتاع. فاكرين الاداره العليا بسهوله لو فاكرها؟ لسه ما كناش، لا انا كنت ناوي اتكلم معاه بعد كده في الميزانيه، ونعرف بعد كده التسويق، وبعدين المبيعات، وبعدين خدمه العملاء، وبعدين التحكم الداخلي، وبعدين التحكم الخارجي، وبعدين الابتكار، وممكن تجيب ناس من اليابان وتجيبهم هنا ازاي. جاله صداع بالاخر، قال لك الاداره العليا بان عليها سهله. لا، لما قعد عرف الحق، لانه ما كانش مصر. لكن الاثنين التانيين اللي اصروا، او الاربعه التانيين اللي اصروا، اثنين منهم مديرين دلوقتي موجودين في مونتريال. انا كان عندي شاب، كان الشاب ده كان ممتاز، ولكن كان عيبه بس الاصرار انه فعلا ينجح. كان موجود في فندق من الفنادق كنت بديرها، كان فندق فرنساوي اسمه لو بافيون هوتيل ديلوكس. فوصلت معاه وبعدين قعدت معاه، قلت له اسمع انت عايز ايه؟ قال لي انا نفسي اكون مدير. قلت له مدير ايه؟ قال لي نفسي اكون مدير عام. قلت له ايه اللي عملته عشان توصل الاداره العليا؟ قال لي تعرفه؟ قال لي والله انا اعرف لغات ودرست كتير. قلت له ايه اللي درسته؟
ايه خبراتك في الحياه؟ على ما قعدت معاه وكنت عمال انت تفريشه مخصوص عشان اشوف هيحصل له ايه. وبعدين هو جه على الاخر وبدا ينخ، عارف، بدا يتعب، بدا يتضايق. قال لي يعني تفتكر ما عنديش امل ان اوصل لاداره عليا؟ قلت له عشان قلت كده هتلاقيها صعبه بالنسبه لك. اللي انا قلت لك مخصوص عشان احطك في موقف هتتحط فيه كتير بعد كده. عشان واحد يحط مدير عام في فندق كبير عندك 750 اوضه بيعمل اكتر من 20 مليون دولار في الشهر الواحد يدولك انت ليه؟ لازم تكون عندك قوه مختلفه عن الاخرين، لازم يكون عندك اصرار وابتكار وسرعه مختلفه عن الاخرين يدولك انت ليه؟ لغايه ما وصل لمرحله النهارده، هو النهارده مدير عام شيراتون سنتر في مونتريال. كان بس ناقصه حاجه تتظبط، الاصرار كل حاجه. لما حد يجي يقول لي دكتور انا صعبه جدا ان انا انزل وزني، طب انت اللي عملته عشان تنزل وزنك؟ ايه اللي عملته اخيرا؟ انت مره وبعدين رجعت تاني؟ او في ناس تفضل داخله طالعه داخله طالعه داخله طالعه، كل ما يطلع وينزل وزنه شويه المخ له طيب ماشي، وبعدين المخ يرجعه تاني للماضي، هيزور الماضي، يروح راجع تاني زي ما كان، يفضل رايح جاي. حد يكون بيتعصب وبعدين يقول لك انا هكون اعصابي تكون هاديه، حطه في موقف صعب يطلع تاني تلقائي. كل دي قرارات ضعيفه. القرار القوي، كلمة قرار جاية من كلمة اسمها دوكايتيري، كلمة أصلا من أصل يوناني، معناها إيه؟ معناها قاطع. لما قرر أعمل حاجة هخطط لها مظبوط، هعرف التوقيت بتاعها الصح، هنفذها في وقتها، وبعدين أكون أقيم وعدل وأكون مرن وأنفذها تاني. لغاية إمتى؟ لغاية ما حققها هدوس لاقي هذا الإصرار أنا حطيتها في فعل. أنا تعبت جدا ورحت جبت رحت اشتريت عدد وبعدين اتعلمت من حد وبدات انزل وزني وبعدين ارجع تاني من اول وجديد. خلاص المخ اتعود عليك انك بتكذب، انك كذاب، انك بتبدا وتنهي بتبدا وتنهي من غير ما تكمل. وعلى فكره في حاجه في علم النفس اسمها النشاطات الغير منتهيه، اسمها unfinished tasks. يعني ايه unfinished task او النشاطات الغير منتهيه؟ انت تبدا حاجه وبعدين ما تكملهاش. مثلا ببساطه انك تشتري كتاب وبعدين ما تقراهوش، تقرا منه صفحه وتسيبه، وبعدين تشتري مثلا عده معينه عشان الرياضه تستعملها شويه وبعدين تحطها تحت السرير وتسيبها زي ما هي، تبدا لغه وما تكملش. خد بالكم المخ بيعمل ايه؟ اتفتح لك فايل في الاشياء الغير منتهيه، بعد كده هتخش فيها حاجات خطيره، هيخش فيها علاقه ما تنهيهاش هتبقى فيها زواج ما تكملوش، هتبدا فيها علاقه مع اولادك وما تكملهاش، هتبدا حاجه وبعدين تسيبها هتلاقي نفسك عمال تتنطط من مكان للتاني، هتلاقي نفسك بتشتغل شغلانه ويا دوب تتعود عليها تبقى عاوز تخرج، هتلاقي نفسك بتبدا حتى علاقات مع الناس تبدا علاقه وما تكملهاش باستمرار بتدور على علاقات جديده. ادي النشاطات الغير منتهيه بتبدا ببساطه جدا اتفتح لك فايل. فخد بالك انت لما بتبدا حاجه تبقى عارف قيمتها وتصر عليها، تصر عليها تخطط لها، ولو حصل اي تحدي بتبقى مرن عشان تقدر توصل لها تاني من اول وجديد. ادي قوه الاصرار. طب دلوقتي انا عاوز الاصرار استخدمه في الحياه العمليه. تعال نشوف بقى الاصرار. احنا اتكلمنا على كذا حاجه دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم على نمره 11، احنا دلوقتي اتكلمنا على 10 محطات ودي المحطه نمره 11. محطه نمره 11 هي قوه الاصرار والتفاؤل. هنتفاؤل هنتكلم فيه في خلال لحظات. فالاصرار ممكن يكون في ايه؟ تعال ناخد بقى دلوقتي اللي هو الاجزاء السته في حياتنا اللي هي بتكون الحياه المتزنه، الجزء الروحاني. انت مثلا بدات تصلي الفجر، حطيتها فعلا في الفعل وبعدين سبت. رجعت تاني فاكر الروابط اللي هي الالم والسعاده، بدات تربط بيها الالم. طبعا مش بربط الالم بالصلاه نفسه، بتربط الالم انك تقوم من النوم بدري، تربط الالم انك متدافي وهتقوم شويه لازم تتشطف ولازم عارف تتوضى ولازم هتفوق ما تعرفش تنام تاني، عندك وقت مش عارف تعمل فيه ايه، فبدات تربط بيها الالم. لما تبدا حاجه وتعرف فايدتها وتركز على الفوائد وتعرف بالظبط هتدي لك ايه وتكون مصر على الفوائد، كل ما تلاقي المخ يوديك ناحيه الالم ترجع للفوائد، تقرا فوائد قبل ما تنام والفوائد واول ما تقوم من النوم، ولما تصلي تقول الحمد لله ان انا وصلت لهذه الفوائد، وتكون مصر عليها، تكون مصر عليها، تكون مصر عليها للدرجه هتبقى بعد كده تلقائيه. في واحد اسمه ماكسوال مولتز عمل كتاب اسمه سايكو سايبرناتكس. الكتاب ده كان من اول الكتب في العالم اللي كان بيتكلم عن حاجه اسمها الصوره الذاتيه. الراجل ده هو دكتور جراح في جراحه التجميل، العمليات الخطيره، حد عمل عمليه خطيره حصل له حاجه فكان متخصص في الجزء ده. ماكسوال مولتز راحت له فتاه كان حصل لها حاجه وبعدين مناخيرها كان يعني مش مظبوطه، المهم عمل لها عمليه ورجع لها تاني من اول وجديد. لما رجعت من اول وجديد بتبص في المرايه قالت له انا شايفه التغيير لكن مش حاسه بالتغيير. فهو قال لك بعد كده فعلا الحاجه اللي انت معتقد فيها بتشوفها مش العكس. الناس تقول لك لما تشوف حاجه هتعتقد فيها، لا ده انت لما تعتقد فيها الاول هتشوفها بسهوله. فبدا يشتغل على الصوره الذاتيه والاعتقاد الداخلي. فقال لك النهارده لما انت تبقى شايف نفسك ناجح هتقدر تنجح. فماكسويل مولز طلع يكلمنا على الصوره الذاتيه ولك عشان الواحد يقدر يعمل عاده محتاج 21 يوم.
لغايه النهارده في ناس كتير مش عارف يعني ايه ال 21 يوم. انا بفسرها بطريقه ان رقم 7 في معجزات، في معجزات لما تاخد 7 وتكرره 3 مرات يعني مش ممكن اطلاقا، هتخلص بقت جزء من حياتك. فناس تقول لك طب في رمضان، في رمضان ربنا سبحانه وتعالى ادانا 30 يوم، ده يعني بتتعدى ال 21 يوم، ايش معنى الناس بترجع تاني من اول وجديد؟ لان قيمه رمضان بتبقى قيمه في وقتها، بيبقى هدف محدد. اول ما الهدف يروح الشخص يرجع لحياته التلقائيه، فدي اصبحت من التلقائيات في حياته. يجي شهر رمضان يتزن، يروح شهر رمضان يرجع تاني زي ما كان. كل ما في الامر ان عاوز قبل رمضان ما يجي يبدا يجهز نفسه ان يكون مستمر في الزمن، تحصل له تلقائيه جديده ويتمتع بعد كده باللي جاي في حياته. لكن معظم الناس يعيش رمضان وقتيا لحظيا، عايشه كويس وبيعمل فيه كل حاجه كويسه، وبعد كده يبدا يستسهل حاجات لانه يقول لك احنا مش في رمضان. وناس كتير تقول لك يا احنا مش في رمضان، خلاص رمضان عدى وربنا يغفر لنا وخدنا ثوابه. لكن بعد كده لما يعدي هتروح فين بعد كده بعد رمضان؟ عشان كده بقول للناس باستمرار لازم تعرف طالع فين، ولما تروح هناك لازم تعرف هتروح فين بعد كده. فانا رمضان جه واستغليته على قد ما اقدر. طب بعد رمضان في ايه؟ خلاص انتهى. طب انت عندك 21 يوم فيه، وكمان في 9 جداد، ايه اللي حصل؟ يعني المفروض يكون ثبتت بالنسبه لك. فلو الشخص عارف العلوم دي وقدر يفكر فيها يقول لك انا فعلا هستغل العلوم دي، ان انا كل يوم هتبرمج اكتر، كل يوم هتكيف عليها اكتر، هخلي جهاز العصب يتكيف عليها. بعد ما يخلص رمضان هتعلم ان انا يمكن اصوم مره ولا مرتين في الاسبوع، هتعلم ان انا اكون مبتسم باستمرار، هتعلم ان انا ما احكمش على الناس، هتعلم ان انا اسمع الناس، هتعلم ان انا ادور على ناس على اعذار، زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك شوف لاخيك 70 عذر. فهل انت فعلا بتعمل كده وبتحكم على الناس بسرعه وتهيج عليهم الدنيا؟ انا بشوف ناس مثلا ياخد علم من العلوم وروح واخده وروح منزل في الجرايد ويشتم فيه ويشتم في الناس اللي كتبوه، وبعدين تبص تلاقي لا نعمل بيه اتصالات مثلا نقول له يعني هل انت درست العلم ده؟ يقول لك لا. طب انت عرفت معلوماتك منين؟ والله انا قريت. لا انت لازم تشوف بنفسك لانك بتحكم، وطالما حكمت انت بتحكم عليك وبتحكم على الناس اللي حواليك، ان في ناس كتير هتسمع كلامك وناس تسمع كلامك هتتلخبط. زي في ناس قالت لك مثلا الطاقه، الطاقه حرام. مجرد ما قال الكلمه دي، كلمه الطاقه حرام، الكلمه دي نفسه هو يعني كده معنى كده ان هو حرام، لان هو طاقه، هو بيقول طلع طاقه، كل حاجه بتعملها طاقه، عندك طاقه عاليه وطاقه واطيه. انت جبت الكلام ده منين؟ فانت شوف ده الطاقه فيها اكتر من 40 صنف من اصناف الطاقه البشريه في العالم. فقبل ما تحكم هل انت درستهم، هل شفتهم؟ فانت حكمت بسرعه جدا، فانت بتوصل لمرحله صورتك الذاتيه اتلخبطت. ولكن انت عاوز تخش الجنه وانت تلاقيك انسان متزن وتلاقيك كويس وعاوز تساعد الناس، لكن حكمت في حاجه اثرت فيها على الاخرين من غير ما تعرفها. عشان كده بحب الشخص يكون مرن. ولا كان ما اعرفش وصلت لي معلومات علموني. انا بشوف ناس تاخد الكتاب الكبار وانا فيهم، يروح واخد مثلا يقدر يشوف مجله من المجلات الضعيفه او مثلا جورنال ضعيف. انا بقوله ضعيف لان عايزين ياخدوا حد من المشهورين ويعرف يهزأ كرامته كده، فممكن يكون هو ينتشر وبعدين يكتب عنه كلام كتير. انت عارف انت بتعمل ايه؟ دي غيبه، نميمه وفتنه، بتخلي ناس تكره الشخص ده وما عرفوش. فانت هتاخد الذنب على كل دول غير ذنبك انت لوحده. فلازم تفكر هتبقى في يوم من الايام بين ايدين الله سبحانه وتعالى، انت جاهز؟ هتقول له ايه؟ عشان كده لما يكون اصرارك الروحاني واضح ومتزن فعلا روحانيا مش هتعمل كده بحد، وغير كده هتبقى انت نفسك ماشي في الدنيا وانت مرتاح تماما. فلما تيجي تقول اصرار روحاني ان انا خلاص انا مصر، انا ده تصميم، ده يعني خلاص ده احلال بالنسبه لي ان انا مش ممكن اطلاقا هتصرف غير كده، فباخد هذه التجربه معايا شويه شويه لغايه ما تبقى جزء من حياتي. عاوز اتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما تجيله الدعوه كان عنده لقبين، الصادق الامين. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجهزه بدول، لان الصدق انت انسان صادق، وغير كده انت انسان امين. فالبص تلاقي دول يخلوا الناس كلها تصدقك وفي نفس الوقت تحترمك، فدول كانوا جاهزين على كده. يا ترى انت بتقول انا بلبس زي الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف شكلي وحركاتي، بس يا ترى انت فعلا صادق؟ انت فعلا امين؟ انت متطبع بهذه الاخلاق؟ لو لا، طب ايه اللي ممكن اعمله عشان اوصل هناك؟ طالما انا عاوز اكون زي كده على قد ما اقدر، ايه اللي ممكن اعمله عشان اوصل هناك؟ فاللي احنا اتكلمنا فيه كله، وبعدين بتشتغل بتخيل ابتكاري، وبعدين بتصمم انك عليها ما تسيبهاش اطلاقا، تبقى مصر فيها لغايه ما تبقى فعلا جزء من حياتك. لما تحصل لك حاجه ما تحكمش عليها بسرعه، ولو عايز تتكلم لازم تكون صادق فعلا 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 في اللي انت بتقوله، وبعد ما تقوله كله تقول والله اعلم، عشان ما تحطش نفسك مشكله كبيره. تعال نخش بعد كده، هل انت مصر فعلا اصرار على صحتك؟ هل انت مصر على الصحه؟ هل انت بدات تمشي شويه وبعدين بدات تطلع بعض الاعذار انك مش قادر تمشي؟ انت عارف انا في محاضره محاضراتي شخص قال لي دكتور كل كلام تقوله عسل بالظبط بالطريقه دي، بس في حاجه يعني الجري ما بقدرش. انا اخر مره جريت فيها كان من بيتنا للسياره، ايه السبب؟ كلب جيران كان بيجري ورايا. يعني الشخص ده ما بيتحركش، لازم حاجه تحصل له عشان يتحرك. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى ادالك رجلين وادالك
وانت يعني وانت فاهم انت بتعمل ايه عشان تمشي بيها، عشان تشم هواء نظيف، عشان تقدر تتحرك، عشان تقدر تجري. وكل ما تعمل كده جسمك يساعدك ويشيلك ويساعدك عشان تحقق اهدافك. لكن انت ما بتتحركش، وبعدين يزيد وزنه، زاد وزنه لدرجه مش طبيعيه، ولما جه وقع دراعه اتكسر، كميه وزن قويه جدا زياده عن اللزوم، ومحدش قادر يوقفه. وطبعا ده لما ينزل في البحر الناس تفتكره برميل. طبعا انا بهزر، بس انا ماليش اي حاجه اطلاقا ضد حد يكون سمين، ولكن بقول للناس ليه يعني، فكر نفسك ليه، خليك مصر، لازم توصل للوزن المناسب بالنسبه لك اللي انت عايزه. انت عارف مليان النهارده حاجات في التنميه البشريه، مليان حاجات تساعدك انك تنزل وزنك، ليه ما تستغلهاش وتكون مصر عليها؟ فالاصرار في صحتك، الاصرار تكون صحتك رائعه، الاصرار بدل ما تاخد حلويات ولا بتاع تطلع لك حاجه لو نفسك فيها كلها. لكن لازم تعرف كل فاكهه، الفاكهه فيها عارف فيها حاجات جميلة. اتنفس صح، اتحرك صح، فكر صح، تلاقي مصر على صحتي، لأن غير صحتي مش هقدر أعمل حاجة خالص. خليك مصر أنك تنمي نفسك، كل يوم اقرأ على الأقل 20 دقيقة، الإصرار، تبقى مصر فعلا أنك تحسن حياتك، وتلاقي نفسك تنميتي البشرية ده جزء من حياتي، أصبحت جزء أنا وهي واحد. لازم أنمي نفسي يوميا، لأن لو ما نميتش نفسي يوميا اللي من امبارح جابني هنا جابني لغاية النهاردة مش هادين لغاية بكرة، لأن الدنيا بتتغير وأنا سني اتغير وأفكاري اللي عندي بقت قديمة. تعرفين ألبرت أينشتاين قال لك التخيل أقوى من المعرفة. قالوا المعقولة دي المعرفة قوة؟ قال لك طبعا، لأن المعرفة بتيجي من الماضي، لكن التخيل ديك في الماضي والمستقبل. أنا بقول للناس باستمرار خدوا بالكم، أنا هقوله كمان دلوقتي، إن المعرفة رائعة ولكنها قديمة. المعرفة جبتها منين؟ جبتها من الماضي، بس النهاردة في حاجات مختلفة، فخليك مبتكر، خليك متقدم مع العلم. لكن لو تقول لي انا خلاص اتخرجت وعندي معلومات معينه، يا دوب تنزل في السوق في الحياه هتلاقي معلومات تانية مختلفه عنك، عشان كده لازم تاخد بالك ان انت تكون متغير مع هذه العلوم، مع هذه القوه. خليك باستمرار مرن، خليك باستمرار بتقدم نفسك وبتقوي نفسك باستمرار عشان توصل لاعلى المراحل في حياتك. فدلوقتي هل انت مصر روحانيا؟ هل انت مصر صحيا؟ هل انت مصر شخصيا انك تعرف فعلا تاخد راحه، انك تعرف ترتاح، انك تاخد عطله الاسبوع، وتاخد لك مره في السنه كده تاخد لك عطله، تاخد العيله وتخرجوا وتتفسحوا وتقضي، ما تاخدش معاك الموبايل. طبعا الموبايلات دي حدوته تانية مش عايز اتكلم عليها، لان هتقعد كل شويه تبص وتبص في الموبايل. على فكره الموبايل ده مربوط بالسعاده، يعني في سعاده والم، في حاجات كتير. طول ما قاعد تبص للناس، طول ما قاعد عمال يبص في الموبايل، عمال يبص، بتبص له ليه؟ احنا كنا في مكه، تخيل كنا في مكه وكنا بنحج، بصيت الموبايل يرن، رن، انت جبت الموبايل، انت حطت الموبايل ده فين؟ يعني هم فطين، طلعته منين ده؟ سبحان الله. وبعدين افتكرته هيخدش على دمه، راح مطلعه، وبعدين الو وشغال معانا، الله اكبر، ياه للدرجه دي بيحاول يعمل اتنين، ده انفصام يعني، اقفله، لازم تتكسف في الجوامع بيرن الموبايلات. معقوله الكلام ده للدرجه دي؟ ايه السبب؟ جوه الموبايل فيها تقدير ذاتي، ان حد بيتصل بيا فانا حاسس ان انا محبوب، انا حاسس ان انا مطلوب، فبروح لجاري. فشركات الموبايل عارفه كويس جدا كده، فبتربطك بالسعاده عشان كده يشغلك فيها، يبعت لك نكت، تبص تلاقي الشخص قاعد والواحد كده عمال يضحك، قلت ليه مهزوز كده، قلت ليه مليان كده وكرشه عمال يتحرك معاه. طبعا ده كويس انه بيضحك، لكن ده كل دقيقتين يبص فيه، كل دقيقتين يبص فيه، اصبح ادمان، اصبح من ضمن الادمان. في 24 صنف من اصناف الادمان دازت عليهم، في ناس ما يقدرش يتحرك من غير ده. هل ممكن تاخد راحه فعلا؟ هل ممكن تسافر وتسيب كل حاجه وترتاح؟ ما فيش اي حاجه انت معتمد عليها خلاص، بس تغمض عينيك وترتاح. عشان كده لازم توصل لمرحله تقول انا مصر ان انا اقدر اتزن في حياتي، انا مصر ان انا اكون مرتاح، انا مصر ان انا اعرف اخد عطله واتمتع فعلا بيها، اتمتع فيها بوقتي، اتمتع باولادي، اتمتع بعيلتي، كل واحد يتمتع بالتاني، عارفين متمتعين ببعض، غير ما انا شايفهم اهم موجودين وخلاص، لا انا اتمتع بيهم، الله سبحانه وتعالى اداهم لي هديه انا لا املكهم، لكن دول هديتي، فلازم اعرف ازاي اتمتع بهذه الهديه ومتعهم بيا في نفس الوقت. فلوقتي هل انت مصر على علاقاتك، انك تكون علاقاتك رائعه مع الناس؟ هل انت مصر انك مثلا، انا مصر اتعلم ازاي اسمع، اتعلم ازاي اتكلم، اتعلم ازاي لما اتكلم ااثر في الناس ويحبوا يسمعوني، ولما اسمع اسمع الناس بكل حواسي، مش ابقى مستني دوري عشان اتكلم واقعد اقاطع الناس، ده انا عايز اوصل لمرحله ان انا اقدر اسمع الناس. انا فاكر حكايه السمع دي، ودي كتبتها في كل كتبي تقريبا، قصه تحفه، واحده اسمها كارول برنيت. الست دي امريكيه على فكره، من الممثلين اللي هم بتوع الفكاهه الكوميديان، مشهوره جدا جدا. ففي يوم من الايام بتتكلم مع شخص، وكان في فيلم افلام، وبعدين عماله تتكلم مع نفسها تلت ساعه، وبعدين في الاخر بصت للشخص قالت له يا انا بتكلم عن نفسي بقالي تلت ساعه، انا اسفه جدا، تعال نتكلم عنك شويه، ايه رايك فيا؟
بص، لو عايز الناس تضحك عليك اتكلم عليك باستمرار، لان كل واحد في جواه هنا جمله انا اهم انسان في حياتي، وانت عمال تتكلم عن نفسك انت بس. طب وانا فين امال؟ يعني خلي تبقى رايحه جايه، هل انت مصر انك تفهم الناس؟ هل انت مصر؟ الاصرار ده يخليك رائع في الاتصال مع الناس. اكتر من 90% من علاقاتنا كلها انك بتطلب حاجه من حد او حد بيعمل لك حاجه، فلازم تكون رائع في الاتصال مع اخرين. دي عضله لازم تنميها، لازم تنميها. هل انت مصر انك فعلا توصل لمرحله انك جوه في شغلك تبقى رائع في شغلك، تبقى احسن حاجه في شغلك، تدي كل اللي تقدر عليه وحتى بعد تقدر عليه؟ هي دي الطريقه اللي ممكن تنمو بيها. هتلاقي الناس تبص لك انك رائع، عارف تركز على اللي انت بتعمله وتتكي على الله سبحانه وتعالى، تحط كل اللي تقدر عليه، هتوصل لربنا سبحانه وتعالى. لازم يجزيك لربنا، يعني ربنا لا يضيع الله اجر من احسن عمله، فبيديلك على قد عملك وعلى دنيتك. هل انت مصر انك توصل للحته الماديه وتتعلم ازاي تحسن، بدل ما تقعد تلوم الناس او تحقد او عارف ازاي تقارن بينك وبين الاخرين؟ ادي الاصرار بالنسبه للاجزاء السته للحياه المتزنه. دلوقتي لو انت عندك ادراك رائع وفي نفس الوقت بتفكر بطريقه ايجابيه وتركيزك ايجابي وعارف كل ده موجود، والتركيز الايجابي خلى الاحاسيس ايجابيه، والاحاسيس الايجابيه خلت روابط ايجابيه، والروابط الايجابيه خلت اعتقادك ايجابي، والاعتقاد الايجابي خلت ثقتك في نفس جاهزه وايجابيه، والثقه في نفس خليك تبدا تكتب اهدافك عشان تخطط لها، وهذا التخطيط يخليك تحطها في الفعل، والفعل استراتيجي، والفعل الاستراتيجي خليك مصمم انك لازم تنجح. عارف كل ده برضه مش كفايه. حد يقول لك ياه ده احنا الرحله طويله قوي. اه طبعا الرحله هي متكامله مع بعضها، في حاجه لسه فاضله، في شويه حاجات لسه فاضلين. التفاؤل، التفاؤل لازم تكون متفائل. عارف التفاؤل ده؟ تفائلوا بالخير تجدوه. ممكن انا اكون حاجه في كل دول، ولكن انا شخصيا من نوع سلبي، احط حاجه في اصرار وبعدين اقعد انقد وارجع تاني، ادرك شويه وبعدين ارجع تاني. انا مصر على حاجه لكن جوايا في اعتقاد داخلي، احتمال ان انا ما انجحش، احتمال ان انا افشل، لان الماضي ما نظفتهوش، فالحاضر مبني على الماضي، وبعدين المستقبل مبني على الحاضر اللي هو اساسا مبني على الماضي، بقى خط زمني كله سلبي. فنيجي نفكر فيها، نقول ايه اللي انا وصلت له النهارده من التفاؤل؟ هل انت من نوع المتفائل؟ هل انت فعلا متفائل؟ لو متفائل عارف معناه ايه؟ في حاجه اسمها مبدا التفاؤل. جوه مبدا التفاؤل عندك اربع قوانين في منتهى القوه. مبدا التفاؤل جوه اربع قوانين. القانون الاولاني قانون نشاطات العقل. ايه قانون نشاطات العقل؟ ان اي حاجه تفكر فيها هتشوف منها كتير، هتتسع وتنتشر. يعني انت لو انسان متفائل هتبدا تلاحظ التفاؤل في كل حته، هتلاحظ الناس المتفائلين، هتلاقي نفسك انت عمل تكبر عالمك الداخلي، اصبح انسان، اصبح عالم متفائل. التفاؤل، انا والدي الله يرحمه كان يقول لي يا ابني التفاؤل هو كل شيء في الدنيا، لانك لما بتتفائل بتتفائل عارف انت متاكد الله سبحانه وتعالى خلقك عشان يسعدك، فانت متفائل بالله سبحانه وتعالى، متفائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم جه هنا عشان ينجيك عشان برضه توصل للسعاده، فانت متفائل، وانت متفائل لانك احسن انسان خلق الله سبحانه وتعالى. انت اللي مزعلك؟ انت متفائل. فبص لهذا التفاؤل، انت ماشي في الدنيا متفائل، بتصحى الصبح من النوم وتقول انا متوقع النهارده، وانا متفائل النهارده اليوم هكون رائع، مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف بردك النهارده هيكون يوم رائع. فتبص تلاقي هذا التفاؤل، تبص تلاقي انسان متفائل. حماية الله يرحمه اللي هو والد زوجتي كان عنده جمله كنت بحبها قوي، كان يقول لي يا ابني اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. تصور، لان انا بخاف من حاجه لكن ممكن يجيش احسن منها، لكن مجرد تحدي لكن انا ركزت عليها وخفت. الشخص المتفائل اللي عمل كل اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي، وادراك رائع وتفكير وتركيز واحاسيس وروابط، وبعد كده اعتقاد وثقه، وبعدين هدف وفعل، وفعل استراتيجي وتصميم، عارف ازاي بيصمم وبيصر على اللي هو عايزه، لازم يوصل للتفاؤل. لان لو مش متفائل، حتى لو وصلت للتشاؤم، عارف في ناس متخصصه في التشاؤم، سبحان الله اي حاجه تقولها له يطلع لك فيها حاجه بايظه، اي حاجه تقولها له يحللها لك كده ويشك لك فيها. انا فاكر في يوم من الايام كنا يعني كنت كتير بروح في لوزيانا، رحت الاكيديان، الاكيديان اللي هم الفرنسيين الامريكان، فكنت اروح للناس دول، لقيت واحد قاعد قدام، الشخص ده كل ما اتكلم يعمل كده، كل ما اتكلم يعمل كده، مش موافق على حاجه خالص. وبعدين قلت له ممكن اسالك سؤال، انت منين؟ قال لي انا من الاكيديان اللي هو الفرنسيين الامريكان. قلت له انت بتشتغل ايه؟ اسمعوا دي، قال لي انا رئيس مؤسسة الشكاكين في العالم، يعني قاعد لي انا قدام وكل ما اقول حاجه شكاك. فانا قلت له انا مش مصدقك، فبدا يضحك. فتبص تلاقي الشخص اللي هو بيشك في كل حاجه، لانه بيشك في نفسه. لو انا واثق في نفسي هثق في الناس، لا
لو مش واثق في نفسك مش هتثق في حد. هو الشك كده، فلازم توصل لمرحلة تقول أنا فعلا رائع، أنا فعلا رائع، الحمد لله. إيه سببا رائع؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقني، ربنا سبحانه وتعالى خلاني بيديه الكريمة، أنا فعلا رائع، ده أنا عندي عقل في منتهى القوة، 150 مليار خلية عقلية، الروعة دي لازم تخش جوايا. عشان كده لازم أعرف كويس جدا عشان أنا أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، لازم أعرف أتمتع بهذه المعجزات اللي اديها لي الله سبحانه وتعالى، واستمر في الدنيا وأنا عارف بالظبط أنا رايح فين. فتبص تلاقي التفاؤل ده بيوصلك لقانون نشاطات العقل الباطن، وقانون نشاطات العقل الباطن اللي اي حاجه تفكر فيها تشوف منها كتير، يوصلك لقانون التفكير المتساوي، لان اللي انا افكر فيه هجيب لي حاجات شبهها. تفكير متساوي، تفكير متساوي، انا متفائل في شغلي، اسلام متفائل في صحتي، متفائل في حياتي. انت عارفين حاجات التفاؤل دي؟ في دكتور اسمه دكتور بيرني سيجل كتب كتب جميله جدا، هو على فكره اساسا دكتور متخصص في جراحه المخ خصوصا في حاجات السرطان. الراجل يقول لك المتفائلين اثبتوا الاطباء غلط على طول الخط. قال لك انا كنا نقول للشخص مثلا حسب الطب قدامك سنه بكتير، والشخص يكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى، متفائل بقدراته، متفائل انه ممكن ينجح وبعدين يعدي وسرطان يروح منه. وعلى فكره في ناس كتير جدا كده بسبب التفاؤل، انك لما تكون متفائل عارف بتطلع حاجه اسمها الاندورفين. الاندورفين ده في حاجه محلول جواها زي اكنه العسل اسود بالظبط، اسمه جلايكوجيل، حاجه في منتهى الروعه. لكن الانسان يكون خايف بيطلع الادرينالين، والادرينالين بيدافع عنك، وجهاز العصب يكون مشدود، وجهاز المناعه يكون مشدود، وتلاقي نفسك تعبت نفسيا، وتلاقي نفسك مش عارف توصل لحاجه. عشان كده التفاؤل في منتهى الجمال. فالتفاؤل ادالك وداك لقانون نشاط العقل، وبعدين قانون نشاط قانون التفكير المتساوي، وهنا وصلك لقانون التركيز، تلاقي نفسك مركز على التفاؤل. ولما تركز عليه يقوليك القانون اللي بعده قانون الانجذاب، هتلاقي ينجذب اليك التفاؤل من كل مكان. تبص تلاقي بتشوف الناس المتفائلين، بتتعرف على الحاجات المتفائله، تفتح كتاب تقرا حاجه عن التفاؤل، تفتح التلفزيون، هتلاقي نفسك اي حاجه تحصل تقول لك ان شاء الله خير، باذن الله خير. وفي ناس كده على فكره، تلاقي انسان بسيط جدا كل ما تكلمهم يقول لك خير ان شاء الله. انا عندي صديق ليا في مونتريال، الراجل ده كان عنده مشكله في عينيه الشمال، كان فيها كاتاراكت، راح عمل عمليه، لما عمل عملية عمو خالص في العين الشمال، يعني عمل فيها 16 عملية، تخيل، يعني الدكتور عمل غلطة وعملين يغيروا غلطة الغلطة ويصلح الغلطة بغلطة لغاية ما انتشر تقريبا ما بيشوفش بيها خالص. وبعدين تقول له ايه اللي حصل لك ده؟ يقول لي تعرف انا متفائل، ودي هدية من الله سبحانه وتعالى، لكن انا متفائل لا الحمد لله عندي كل حاجة تانية. التفاؤل ده عارف تفائلوا بالخير تجدوه، ده انت لما بتصلي وانت بتدعي الله سبحانه وتعالى عاوزك تتوقع الإجابة، لأن في حاجة في التفاؤل فيها قانون التوقع كمان، ان اي حاجه قانون التوقع بيقول لك ايه، اي حاجه تتوقعها بشعور واحساس عاليه تنجذب اليك من نفس النوع. فالواحد لما يتوقع الفشل بيجي له الفشل. في واحد اسمه دكتور نورمان كازن، الراجل ده كان نيرو سيرجن، يعني كان راجل جراح في جراحه العقل، كان متوقع من كتر ما عمل جراحه العقل كان متوقع ان يموت بحاجه في مخه، وده فعلا اللي حصل له بعدها بسنتين، لان قانون التوقع في منتهى القوه بتنجذب على ايديك الحاجات من نفس النوع. فعشان كده لما توصل لمرحله بتوصل انك عارف بالظبط انت عايز ايه، وتحطها في الفعل وفعل استراتيجي، وتصمم تبقى مصر عليها. مش كده وبس، ان انت مش بس مصر عليها، ده انت متفائل جدا ان هتحصل كويس، لانك عندك متفائل في الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى لا يضيع الله اجر من احسن عمله. وطالما انت بتحسن العمل وبتحط كل قدراتك فيها ومصر عليها، عايز تنزل وزنك، عارف ان الوزن الزياده ده مش بتاعك، زياده انت شايل انسان زياده. عاوز تبطل التدخين، انت ما اتولدتش مدخن، انت اتعلمت الحكايه دي، ما تناسبكش خلاص. اي سلوك سلبي بالنسبه لك عاوز تخلص منه، او اي هدف عايز تحققه بتخلي الطاقه بتاعتك عشان تقدر فعلا انك تحقق هدفك ونعيش احلامك. وان شاء الله في المحطات الجايه هنتكلم على حاجتين في منتهى الجمال، هنتكلم على الطاقه الروحانيه وقوتها اللامحدوده، قوه الطاقه الروحانيه، وبعد كده هنوصل ان شاء الله لاخر مشوار عشان تقدر تعيش حلمك الآن، وتكتشف إزاي الحلم بيتكون لغاية ما يطلع للعالم الخارجي ويوصل للحقيقة. لغاية ما يشوفك هناك باستمرار افتكر، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطابع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالفعل. عارف إزاي لما تتعلم، اتعلم حاجة وحط أهدافك، عيش بالفعل، عيش بالإصرار، عيش بالتفاؤل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسجيلات الإيمان وهران.